طبعا أنا بالنسبة لي المغرب والسعودية، أنا قلب، تعرف القلب الشق من هنا بالأيمن في المغرب والأيسر في السعودية، لأنه زي ما قلت أنا ظنايا في السعودية وأنا من المغرب، فالظنى والانتماء واحد، لا تقدر تسيب ده ولا تقدر تتخلى عن ده، فأنا ما أقدر أعيش بنص قلب، أنا عايشة بقلب واحد، لما أعيش في السعودية أنا في المغرب، وأنا في المغرب أنا في السعودية، لأنه إحساس وانتماء واحد.